وحيد صاحبي اللي خلصتك البوليسه. اهلا صحيح. ازيك يا مليجي، اخبارك ايه؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه تشرف بجد. حاجات كده بسيطه عشان مستقبل الاولاد، بس اهم حاجه عايز الموضوع يخلص بسرعه. تقلقش يا مليجي، احنا بكره الصبح بعون الله هنطلع المستشفى اطلع لك شهاده المخالفات، اقصد الشهاده الصحيه، وكل شيء هيخلص. اوكي، اشوفك بكره يا مليجي. اشوفك. تاخرش بكره يا مليجي. باي باي. اسود مستشفى ايه؟ لا ما ينفعش اروح مستشفى، انا هاخده واطلع التوكيل. اصل بقى كده فل. انا مش عارف اودي جمالك فين يا شريف. انت زور يا معلم. يا عم هي ناقصاك.